حكم الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت عددا من التحركات والقرارات العقابية المكثفة ضد إيران من جديد، وهذا أصبح واضحا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية التي أصدرت عددا من العقوبات التي صدرت طبعا يوم أمس على عدد من العناصر في فيلق القدس الإيراني، وكذلك اعتبرت فصيلين من الفصائل المسلحة الموالية لإيران أو الميليشيات الموالية لإيران في البحرين وضعتها في قوائم الإرهاب وعدد من العقوبات الأخرى. ولكن العقوبات الأبرز هي جاءت على ثلاثة عناصر من فيلق القدس الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهذه العناصر تعتبر فعالة جدا بالنسبة للحرس الثوري وبالنسبة لإيران. فعنصرين من هذه العناصر هي تمتلك ما يقارب 20 فردا و20 شركة كواجهات لأعمالهم، متوزعة هذه الشركات حول العالم وتعمل على عدد من الأمور. هي تعمل على قضية التجارة وبيع الإلكترونيات، وكذلك تتعامل في الذهب، تتعامل في العملات الصعبة، وذلك من أجل هدف مهم ألا وهو تحقيق العشرات من الملايين من الدولارات من أجل دعم حزب الله اللبناني وكذلك الحرس الثوري الإيراني. وفعلا هم حققوا الكثير من هذا الأمر بحسب وزارة الخزانة الأمريكية والنص الذي جاء في هذه العقوبات. أما العنصر الآخر الإيراني في فيلق القدس الإيراني كذلك هو يمتلك العديد والعديد من الشركات التي تعتبر واجهة للعمليات والشبكة الدولية التي يعمل على أساسها هذا الرجل. هذه الشركات هي موجودة في هونغ كونغ وكذلك في الصين، وبأن هذا الرجل فعلا هو يقوم بعملية تبييض الأموال، وكذلك هذه الشركات تعمل على بيع النفط وكذلك عددا من المنتوجات وغيرها، ويقوم بعمليات تحويل للأموال بالعملة الصعبة كذلك إلى الداخل الإيراني أو حتى من إيران إلى الخارج، وبالتالي هو يقوم بعمل كبير جدا من أجل أيضا حزب الله اللبناني وكذلك الحرس الثوري الإيراني. كل هذه الأطراف تعرضت الآن إلى التجميد تماما من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وفيها رسائل واضحة جدا إلى الحرس الثوري الإيراني وإلى إيران، وواضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد القول بأنني لست رافضة فقط لقضية رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب من أجل العودة للاتفاقية النووية، بل أنني مستعدة أن أفرض عقوبات أكثر على الحرس الثوري الإيراني. وهذا يوضح بأن هذا الشرط المرتبط في المفاوضات النووية والسبب الأكبر لجمود المفاوضات النووية الآن أصبح تحت المطرقة بكل تأكيد. وما يزيد الطين بلة بأن مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو في مرحلة اجتماعات خلال هذا الأسبوع، وخلال هذا الأسبوع حتى الجمعة القادمة ستكون هنالك عملية تصويت على إدانة كبيرة موجهة من مجلس المحافظين مباشرة إلى إيران، وهذه الإدانة ترتقي لتكون كالتوبيخ لإيران، وذلك بسبب عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنها لا تجيب على أسئلة طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إيران حول 3 مواقع موجودة في إيران، موقع في طرقوز أباد وكذلك رامن ومريوان. هذه المناطق الثلاثة وهذه تحديدا التي نتحدث عنها وجدت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل 2 أو أكثر تقريبا وجدت عددا أو جزيئات من اليورانيوم في هذه المنطقة، وطلبت من إيران تفسيرا لهذا الأمر، وإيران فعلا أعطت جوابا ولكن الجواب لم يكن مقنعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهنا تأتي أهمية الإدانة أو التوبيخ الذي من المتوقع أن يفرض مباشرة على إيران خلال الأيام القادمة بحسب طبعا التصريحات والتقارير المذكورة من هذه الاجتماعات. الأهمية في هذا الأمر بأن نفس هذا الأمر تماما تم قبل 2 أو قبل أكثر من 2 تقريبا من قبل نفس مجلس المحافظين. فهذه المواقع التي ترونها أمامكم هي مواقع سرية، لم تكن تعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية شيئا عن هذه المواقع، ولكن بسبب عملية استخبارية كبيرة تمت في عام 2018 تم الاستحواذ وتم الحياز من خلال هذه العملية، استحوذوا على الملف النووي الإيراني. تم تسليم عدد من المعلومات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من هذا الملف النووي حول مواقع أن تقوم فيها إيران بتخصيب اليورانيوم وبعمليات في اليورانيوم، منها متعلقة طبعا بهذه النشاطات النووية في مناطق لم تعلن عنها إيران. وعلى هذا الأساس توجهت الوكالة الدولية إلى هذه المناطق وحاولت أن تفحص هذه المناطق. إيران رفضت أن تتعاون مع المفتشين أو أن يقوم هؤلاء المفتشين بأي عمليات فحص لهذه المناطق،
جاءت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس المحافظين ليوجه إدانة إلى إيران. إيران وافقت على التفتيش، تم التفتيش، وجدوا جزيئات اليورانيوم، طلبوا من إيران إجابة وها هي إيران لا تجيب، ودخلت وهي دخلت في مشكلة حقيقية جدا، خاصة وأن رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحدث مع مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأبلغهم أن الإجابة الإيرانية من الناحية التقنية غير مقنعة نهائيا ولا يمكن اعتمادها، بالإضافة إلى أنه أضاف أن إيران قريبة جدا وعلى بعد أسابيع من الوصول إلى إمكانية الوصول إلى القنبلة النووية إذا ما قامت بالتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وقال عدم وجود إجابات معنى ذلك أيها الإيرانيون لن نعود للاتفاق النووي، لن يكون هنالك نجاحا للعودة إلى الاتفاقية النووية، وبالتالي ستستمرون كونكم تحت العقوبات ولن يكون هنالك أي اتفاق بأي طريقة أو أي شكل من الأشكال. وكانت هنالك تسريبات قادمة حول مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشر عن طريق رويترز حول هذه التفاصيل وما هو متوقع من هذا القرار، وهذا ما ذكرته رويترز من دبلوماسيون طبعا، أن مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ينتقد إيران لعدم الرد الكامل على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة، المواقع التي رأيناها الآن، وأضافت سيجري مناقشة المشروع والتصويت عليه في اجتماع هذا الأسبوع لمجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة. وقال العديد من الدبلوماسيين أن من المرجح تمرير القرار، إذن ستكون هنالك إدانة قادمة في ظل هذه التسريبات التي نتحدث عنها. ولكن في نفس الوقت إيران كان لها رد سريع جدا، كان قادما مثلا من وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان الذي قال بأن أي عقوبات أو أي إدانة بهذا الشكل رغم أننا أجبنا على كل الأمور التي طلبتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما نستطيع وبما نعرفه عن هذه المواقع فستكون هنالك عواقب وسيكون هنالك رد مناسب بحسب عدد من التصريحات الأخرى التي جاءت في هذه المسألة. ما هو هذا الرد؟ يظل هذا هو السؤال الكبير حول ما ممكن أن تقوم به إيران بكل تأكيد. ولكن إيران في مشكلة حقيقية جدا في ظل هذه الظروف العقابية التي تتعرض إليها من وزارة الخزانة الأمريكية، وفي ظل الانسداد في المفاوضات النووية. على سبيل المثال الصحف الإيرانية اليوم كما تلاحظون هنا بدأت تتحدث بشكل مباشر بأن هنالك عجزا في الموازنة الإيرانية، وهذا العجز الموجود في هذه الموازنة إيران بحاجة لفرض ضريبة بنسبة 30% على المواطنين من أجل سد هذا العجز، ويضاف إلى ذلك أن التضخم في إيران يصل إلى 40%، الأمور أصبحت غالية للغاية على المواطنين الإيرانيين. وكذلك ما يزيد الأمور صعوبة هو تقرير آخر صدر من إيران انترناشنال اليوم تتحدث عن عملية القيمة للريال الإيراني مقارنة بالدولار الأمريكي، وبأن هنالك انهيارا في الريال الإيراني الذي تلاحظونه بهذا الشكل وهو وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر عام 2020. كارثة كبيرة جدا ستتعرض لها إيران، وهذا يوضح بأن مؤشرات التظاهرات وثورة الجياع ستتوسع، وكل عوامل ثورة الجياع هي موجودة في الداخل الإيراني إذا ما استمرت الأمور بهذا الشكل وازداد الضغط الأمريكي بكل تأكيد. بل إن هنالك مشكلة أخرى عانت منها إيران في الفترة الأخيرة في ظل هذا الانسداد وعدم وجود طريق للمفاوضات النووية، هي متعلقة بالعلماء الخاصين بإيران في مستوى المجال الصاروخي أو مجال البرنامج الصاروخي الإيراني. هذا الرجل إحسان قدبيجي، هذا الرجل وهو مهندس إيراني مهم مختص في المجال الصاروخي والتفجيرات وغيرها، هذا الرجل تعرض إلى عملية اغتيال وقتل في 25 مايو الماضي، أي قبل أكثر من 10 أيام، في ضربة بطائرات مسيرة جاءت على منطقة مهمة للغاية تأتي إلى جنوب شرق طهران وهي بارجين. جاءت هنالك تفصيلات جديدة ومعلومات جديدة عن الموقع الذي قتل فيه هذا الرجل تحديدا من قبل The Intel Lab. إذا ما توجهنا إلى هذا الموقع في القمر الصناعي فقط لنتأكد ونرى ما هي هذه التفاصيل التي جاءت فيها الانتل لاب وأين هو المبنى الذي كان يتواجد فيه هذا العالم المهم للغاية، وبالتالي إذا ما توقفنا أو المهندس في حقيقة الأمر المختص. هذه هي المنطقة التي ترونها هنا العاصمة الإيرانية طهران، والمنطقة التي نتحدث عنها هي بارجين التي تأتي بهذا الاتجاه، تأتي بمسافة لا بأس بها على مسافة ما يقارب 30 كيلومترا. دعونا نقترب من بارجين هذه التي تلاحظونها هنا
بهذا الشكل في القمر الصناعي لنرى هذا المبنى الذي نتحدث عنه بكل تأكيد، وبالتالي بالهبوط مباشرة إلى هذه المنطقة. فالموقع يأتي بهذا الاتجاه تقريبا، هنا المبنى سنتوجه إليه الآن طبعا كما تلاحظون، وهذا هو المبنى الذي استهدف من قبل طائرات مسيرة مفخخة من نوع كواد كوبتر بحسب التقارير التي صدرت من نيويورك تايمز. المنطقة التي ضربت هو هذا الهنجر، ومقدمة هذا الهنجر الذي ترونه الضربة كانت بشكل مؤثر وبشكل مباشر في هذه المنطقة وفي هذه الزاوية تحديدا، مما أثرت على عدد من الزوايا الموجودة بهذا الاتجاه. الانطلاق أكدت أن الطائرة المسيرة كانت قادمة من هذا الاتجاه على هذا الموقع، وتبين بأن هذه المنشأة هي منشأة لعملية صناعة وتطوير الصواريخ الإيرانية على المستوى البالستي، الصواريخ الكروز وغيرها. وواحدة من الأدلة من القمر الصناعية المتوفر كما ترون هي العربات التي تلاحظونها هنا، هذه عربات مختصة في رفع الصواريخ، وهي تخرج من هذا الهنجر أو تدخل إلى هذا الهنجر الذي تلاحظونه. وواضح أن هنالك عددا من العربات الأخرى التي هي تختص بهذا الأمر، ولكن هذه العربة واضحة دائما هي مركونة وقريبة وتتحرك بحسب العديد من الصور القادمة من القمر الصناعي. وبالتالي الرجل كان متواجدا هنا وقتل بكل تأكيد. وبالعودة إلى المجال أو النقطة التي كانت قادمة منها الطائرة المسيرة، إذا ما ابتعدنا قليلا بالقمر الصناعي فقط لنرى من أين من الممكن أن تكون هذه الطائرة المسيرة قادمة. بكل تأكيد ممكن أن تكون قادمة من أي منطقة، ولكن سنلاحظ بأننا أمام منطقة شاسعة صحراوية جبلية مرتفعة. من الممكن أن تكون لهذه الطائرة قد جاءت بأي اتجاه، ممكن لها أن تأتي من أي منطقة، ممكن أن تأتي بهذا الاتجاه وتضرب من أي منطقة أخرى. وبالتالي واضح منطقة آمنة وفارغة بهذا الشكل، وتوجهت الطائرة وقامت بالضربة بحسب طبعا تحليلات The Intel Lab التي إذا ما توجهنا إلى صورها الآن سنلاحظ بأننا أمام هذه الصور التي أكدت بأن هذا المبنى قد ضرب فعلا بهذا الشكل. دعونا نقترب من إحدى هذه الصور. لاحظ أن الصورة هذه قادمة في 29 مايو، عملية الضربة التي تمت هي في 25 مايو، أي أننا بعد 4 أيام لاحظت ولاحظت الإنتل لاب هذه الضربة التي جاءت على هذا المبنى بهذا الشكل. وهذا يوضح أن هذا هو المبنى الوحيد والحادث الوحيد الذي تم في بارجين، والذي يؤكد عملية القتل التي تم طبعا أو الاغتيال لهذا الرجل. وهنا واضحة كما تلاحظون عملية الضربة التي جاءت بهذا الاتجاه، وهذه النقطة نقطة الضربة التي جاءت بهذا الشكل، وهي توضح أيضا إذا ما حاولنا أن نلاحظ هذه المنطقة بشكل أكبر سنلاحظ فعلا بأن هذه هي النقطة التي تعرضت للضربة بشكل مباشر بالطائرة المسيرة، والتي أدت إلى ما أدت إليه بكل تأكيد. هذه طبعا النقطة وهذه المنطقة ومقتل هذا المهندس المهم هو ليس الوحيد طبعا بكل تأكيد، هنالك شخص آخر مختص في مجال الصواريخ، ونتحدث هنا عن رجل آخر وهو أيوب انتظاري الذي مات بسبب مأدبة للعشاء. بكل تأكيد هو كان موجودا فيها، وقد توجه مباشرة هذا الرجل إلى منزله بعد مأدبة العشاء، وبعدها مات متسمما. هذا الرجل الذي يظهر أمامكم بهذا الشكل، هذا هو الرجل في إحدى الاستعراضات وفي إحدى المقاطع الذي كان طبعا مع السيد حسن روحاني. هذا الرجل تبين الآن بحسب المعلومات الجديدة بأنه هو رجل مختص، واحد من أهم العلماء المختصين في صناعة طبعا المحركات الخاصة بالصواريخ، إذا كانت على مستوى صواريخ الكروز أو حتى الصواريخ البالستية وغيرها. الرجل يلعب دورا كبيرا جدا، واحدة من الصواريخ بحسب التقارير الأجنبية تحدثت هو صاروخ هوفز الذي ترونه هنا بهذا الاتجاه. هذا الصاروخ أساسا هو موجود في اليمن لدى الحوثيين، ويستخدمونه الحوثيون كثيرا في عملياتهم بكل تأكيد. والرجل لعب دورا كبيرا في عملية تطوير المحرك الخاص بهذا الصاروخ، لذلك هذه ضربة ليست بالعادية. ولكن الأهم ما الذي يعنيه عملية ضرب هؤلاء المختصين في المجال الصاروخي؟ وإيران تمتلك صواريخا بالستية تصل إلى 2000 كيلومتر، كيف سيغير هذا الموضوع من مسألة البرنامج الصاروخي؟ أليس الأهم هو عملية التوجه إلى العلماء النوويين على سبيل المثال، بما أن إيران لا تمتلك قنبلة نووية حتى هذه اللحظة؟ النقطة الأساسية هنا هو ليس فقط لتأخير البرنامج الصاروخي، بل
أن هذه العمليات هي تهدف لتأخير مسألة ودراسة مهمة تأتي على مستوى كيف نضع القنبلة النووية على الصاروخ البالستي. هذه بحسب العديد من الخبراء تحتاج من سنة ونصف إلى سنتين من أجل وضع الصاروخ أو القنبلة النووية أو الرأس النووي على الصاروخ البالستي لكي يكون خطيرا. وبالتالي واضح جدا بأننا حتى وإن وصلت إيران إلى القنبلة النووية ستكون بلا فائدة من دون هذه الإمكانية التي نتحدث عنها. وبالتالي الصواريخ البالستية لوحدها لن تكون خطيرة بالشكل الكبير أو تؤدي إلى حرب نووية بما أن هذه الإمكانية غير موجودة. ولكن في ظل هذه الأنباء وتأخر المفاوضات النووية وغيرها كانت هنالك أنباء اقتصادية أن تأخر مستوى المفاوضات النووية بهذا الشكل مع إيران وتأخر رفع العقوبات عن إيران فإن هذا الأمر سيؤدي إلى مشكلة حقيقية على مستوى سعر برميل النفط. بحسب السيتي بانك التي جاءت يوم أمس بتقرير قالت بأن سعر برميل النفط سيرتفع وسندخل في ارتفاع للأسعار كبير إذا ما نجحت المفاوضات النووية ورفعت العقوبات عن إيران. وهذا ما يفسر تماما لماذا رأينا تقريرا صادرا قبل يومين في 5 يونيو من بلومبرغ تتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تسمح لإيران بعملية التصدير واستيراد النفط من أجل الحاجة للطاقة الكبيرة جدا في السوق اليوم بسبب ما يجري في روسيا بسبب ما يجري في أوكرانيا حتى وإن لم يكن هنالك نجاحا في العودة للاتفاقية النووية. وعلى هذا الأساس نحن أمام فعلا تطورات ليست بالعادية أبدا تجاه إيران والسؤال هل ستصمد إيران؟